مرحبا، أنا آسيا، واليوم رح أحكي لكم كيف فيكم تحصلوا على أي بي أدرس أردني على تليفونكم أو موبايلكم من أي دولة في العالم. ليش بدكم هالشي؟ أوكي، يمكن تكونوا لاحظتوا إنه في ويب سايتات محملها بلوك برات الأردن. بالعادة بتكون هاي الويب سايتات تي في وموفي ستريمينج ويب سايتس مثل بلاي اف ام الأردن، أيام اف ام الأردن، اي تيونز الأردن. بدهم اي بي ادرس اردني لحتى تقدروا تدخلوهم، فاذا انتم برات الاردن رح ينعمل لكم بلوك. كمان اذا عندكم حسابات مامنه او خدمات مصرفيه على الانترنت من الاردن بس بتحاولوا تدخلوها من اي بي ادرس مش اردني، يمكن تنفرض قيود على حساباتكم او ينعمل لكم بلوك. طبعا هذا الشيء عشان السكيورتي، رح تعمل بلوك لاي اي بي ادرس مش اردني او برات الاردن. فيكم تحصلوا على اي بي ادرس اردني امن وشخصي عن طريق الشبكة الافتراضية الخاصة او الفي بي ان. في كتير براندز مختلفة من خدمات الفي بي ان متوفرة على الانترنت. اضغطوا على الرابط تحت لتعرفوا اكثر عن الفي بي ان وتقارنوا بين افضل خدمات الفي بي ان، او فيكم تضغطوا على الرابط www.changeibonline.com/get an ip address from jordan.